سقسيتيني على المرض ديال الكورونا والفيروس، ما الحمد لله نتمنى الانسان ما يقواش والناس تحافظ على راسها ولا الصحه ديالها وما تخاف من والو. شتي كنت واخا في هذه الازمه هذه كتبيع الورد، ورينا الورد نشوفو. ها هو ما كنتش تبيع الورد يعني هذا طبيعي بحال اللي قابطونا بحال شي ياخذوا الناس يشريو من عندك الناس ياخذوا الناس ياخذوا عندي انا ديما واخا في هذه الازمه هذه الازمه انا على كل شيء ماشي على الناس ولا على اي واحد. شنو نقولوا هذا الورد كتنشر الحب كتنشر يعني الامل بين الناس؟ ما كان المهم حتى انه كيبقى لي الورد حتى ما خداوش الناس كيبقى لي انا بحال الناس خداتو شي تنحطو في الفاس في الدار بلاصتو وما تنخرجوش من الدار الغد لي ولادي نتقدا ورد عاوتاني اخر. يعني انت كنتي كتبيع الورد قبل ودابا مازال تبيعو؟ وباقي ما خايفش من هذا؟ انا لا انا ماشي ما خايفش طبيعه الحال الواحد يخاف لما يمكنش ما يخافش الواحد طبيعه الحال الواحد يخاف انا مني وراسي ومني نخاف ولكن اللي دارها الله راه هي اللي كاين. شنو بغيت تقول للناس بمناسبه انت عندك الورد عندك الامل عندك الحب؟ ولا نقول للناس كل عام وانتم بخير.